السلام عليكم، رجعت معاكم في حلقة جديدة. أنا أخوكم ماجد محمد من سلسلة أوتاكو فلوجز. الحلقة هذه أنا حقدمها في الاستوديو، ما حتكون برا الاستوديو زي الحلقات البقية تبع أوتاكو فلوجز. حنتكلم فيها عن توب 10 أفضل 10 مدبلجين عرب في العالم العربي، أفضل 10 مدبلجين عرب رجال، رجال فقط في الحلقة هذه، لأنه إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله حنعمل حلقة عن أفضل 10 فنانات مدبلجات نساء في العالم العربي. طبعا الترتيب ده ما هو ترتيب أفضليات، يعني ما هو ترتيب أولويات، هو مجرد ترتيب أرقام فقط. يعني ما راح نقول إنه فلان أفضل من فلان، ولكن بنجيب الترتيب هذا فقط لذكر الأسماء في الحلقة. أول اسم معانا اليوم هو الفنان الكبير وحيد جلال. الفنان الكبير وحيد جلال هو لبناني الجنسية، هو معروف عند كثير من الناس. أفضل الأدوار اللي دبلجها وحيد جلال على الإطلاق هو سيلفر، القبطان سيلفر في أنمي جزيرة الكنز. دبلج العديد من الأصوات زي علي بابا في أنمي سندباد وكابامارو. وحيد جلال يعتبر من أوائل المدبلجين في عالم الأنمي، لأني زي ما قلت لكم في حلقة سابقة أنه أول أنمي تمت دبلجته هو سندباد، والثاني مباشرة هو زينة. كان موجود في زينة بدور الجندب فرفور، كلنا طبعا عارفين الشيء ده. طبعا وحيد جلال اسمه الحقيقي عبد المجيد زنتوني، اسمه الحقيقي عبد المجيد زنتوني، وهو لبناني الجنسية. عنده مشكلة بسيطة انه ما كان يكمل الانميات اللي يدبلجها، يعني كان يدبلج الانمي لغاية النص ويوقف، يجي شخص تاني يستلم منه. هذه كانت من ابرز عيوب وحيد جلال. افضل انمي دبلجه على الاطلاق، واكثر انمي الناس حبته فيه على الاطلاق، طبعا هو القبطان جون سيلفر، وكلنا نتذكر ضحكته المشهورة. الاسم الثاني معانا هو الفنان الكبير جهاد الأطرش. جهاد الأطرش هو فنان لبناني ممثل معروف. جهاد الأطرش ما دبلج كثير من الأنميات، لكن أكثر أنمي معروف فيه على الإطلاق وهو جريندايزر، وصوت دوك فليت، وكلنا نتذكر صرخة دوك فليت. جهاد الأطرش دبلج بعض الأنميات القليلة في نفس الفترة اللي دبلج فيها جريندايزر، لكن ما لاقت نجاح كبير زي جريندايزر مثلا. من ضمن الأنميات هذه أنمي السبع المدهش، عبارة عن أسد يبغى يلف العالم كله في 70 يوم. هي رواية معروفة لكن اللي رسموها فيها حيوانات. بالنسبة لجهاد الأطرش أتوقف فترة طويلة عن الدبلجة وغاب لسنين طويلة، لكنه رجع قبل كم سنة في أنمي بوكيمون وكان هو بدور الراوي. حالياً جهاد الأطرش متجه للتمثيل لأنه هو بالأساس ممثل. الاسم اللي بعده معانا هو الفنان الكبير الدكتور فلاح هاشم العراقي. الدكتور فلاح هاشم معروف جدا في العالم العربي، ودبلج العديد من الأصوات الخيالية الأسطورية. فلاح هاشم ما كان يجي في الأنميات اللي يأخذها إلا بدور البطل غالبا، أو شخصية مهمة جدا، يعني مثلا كمال في الرجل الحديدي، فرانس في أنمي فلونا أخو فلون الكبير، في دور مهم جداً هو الراوي في أنمي حكايات عالمية. لكن طبعاً أشهر دور على الإطلاق كلنا نعرفه ونحبه هو عدنان من أنمي عدنان ولينا. مين فينا يقدر ينسى عدنان؟ الدكتور فلاح هاشم هو عراقي، وهو حالياً متفرغ لأعماله الخاصة، وترك الدبلجة من زمان، لكن نبرة صوته المميزة والفريدة من نوعها حتفضل في أذاننا على طول. الاستعداد للمساعدة. أتدعوها لصة؟ أنت اللص، تستغلها وتسرق الجميع. نعم أنت. الاسم اللي بعده معانا هو الفنان الكويتي الكبير الأستاذ عبد الرحمن العقل. عبد الرحمن العقل ممثل كويتي معروف، بدأ من زمان في عالم التمثيل، واشتهر أكثر شيء
في الكوميديا. عبد الرحمن العقل دبلج في عالم الأنمي بعض الأنميات، ما كان له أنميات كثير مثلا، يعني كان له دور بسيط في الرجل الحديدي. في حلقة من الحلقات يظهر ضيف بصوت ابن الدكتور عرفان، لكن طبعا أكثر أنمي يضحك على الإطلاق والصوت المعروف فيه عند كل العالم العربي هو عبسي. عبسي في عدنان ولينا اللي موتنا كلنا من الضحك. وعلى فكرة محمد النعامي كان له لقاء مع الأستاذ الكبير عبد الرحمن العقل، تقدروا ترجعوا له. وأنا قتلت في إيران كثيرة جدا، قتلت 190 900. الآن حنتكلم عن الاسم التالي وهو اسم معاصر. معاصر يعني موجود ما زال يدبلج حتى الآن، هو الفنان الكبير مروان فرحات. هو ممثل ومدبلج، لكنه اشتهر أكثر شيء في الدبلجة خاصة مع مركز الزهرة السوري، وشفناه على قنوات سبيستون. طبعا من أشهر الأدوار اللي دبلجها مروان فرحات على الإطلاق هو دور توغوموري في أنمي المحقق كونان. كلكم عارفين توغوموري والشطحات حقته. مروان فرحات اشتهر بتنوع الطبقات في حباله الصوتية، يعني مثلا يعمل لك صوت طفل صغير، يعمل لك صوت رجال كبير، يعمل لك صوت رجال عجوز. مروان فرحات من أفضل الأسماء في عالم الأنمي المدبلجين حالياً اللي ما زالوا يدبلجوا حتى الآن. قل لي أين خبأتها؟ إنه كل ما أعرفه عنه أنه كان شريراً، لكن أين تركت ذلك العقرب؟ تحمسون جداً، كأني بين مشجعي لعبة كرة القدم. الاسم اللي بعده معانا هو اسم معروف جداً، اسم مشهور في عالم التمثيل وفي عالم الدبلجة، الفنان الكبير الأستاذ مازن الناطور. مازن الناطور معروف عند جيل الكبار والصغار. مازن الناطور مشهور عند الكبار في مسلسل جواهر، كان هو البطل بشخصية الأمير حمد، لكنه معروف جدا عند جمهور الأنمي بالشخصيات الشريرة. أيوة الشخصيات الشريرة، يعني مثلا شريخان في ماوكلي، شريخان النمر، بسام في كابتن ماجد، وكينتان في مدرسة الكونفو. مازن الناطور رغم أنه شاب وسيم، لكن نبرة صوته مخيفة، يعني صوته أجش خشن، فتنفع عليه هذه الأدوار، فكانت تزبط مع هذه الأدوار، أدوار الشر والعنف. حسناً يا موكلي، قد ألتقطك كما ألتقط الأرنب. الاسم اللي بعده معانا هو الفنان السوري الكبير يحيى الكفري. يحيى الكفري مصيبة من المصائب، لأنه من أكثر الأصوات اللي سمعتها تنوعاً على الإطلاق، طبقة صوته فريدة من نوعها، حبال الصوتية عنده عجيبة، يتقن أي دور، يتقن الجد ويتقن الكوميديا ويتقن الصغار والكبار. شفناه في كرتون القناع كيف طلع كل البلاوي اللي في صوته. كمان عمل دور بسام في الجزء الثالث من كابتن ماجد. في واحدة من حلقات كابتن ماجد هو طبعاً كان دور المعلق، فقبل ما يبدأ المباراة قال كلمة طريفة، قبل المباراة قال نكتة رهيبة، بيقول اسم المعلق فظاهر انه ما لقى اسم معلق عنده، فقال اسمه الحقيقي، قال معاكم يحيى الكفري. طبعا استاذ يحيى الكفري وممثل سوري، ومثله مثل الاستاذ مروان فرحات ممثل ومدبلج، لكنه متجه اكثر لعالم الدبلجة، وهو ما زال ممثل ومدبلج معاصر وبيدبلج حتى الآن. صحيح هو مقل شوية، لكنه ما زال بيدبلج حتى الآن. أي سر يخفي يا ترى؟ وكيف تمكن من سحق مقاتل لا يتأثر بأقوى الأسلحة؟ الاسم اللي بعده معانا هو الفنان العراقي الراحل مسافر عبد الكريم. مسافر عبد الكريم اشتهر في الثمانينات كمان بأدوار الشر، لأنه نبرة صوته كانت خشنة وقاسية، فكانت أدوار الشر تليق عليه. أو مثلاً الشخصيات الكبيرة في العمر، يعني مثلاً صوت الدكتور رامي في عدنان ولينا، وفي نفس الوقت صوت مسافر، وكمان صوت نمرو الشرير. عندكم كمان الإمبراطور ساتولا في الرجل الحديدي، وهذا الدور أبدع فيه، طلع كل الإمكانيات اللي عنده. لكن بالنسبة لي أفضل دور سواه مسافر عبد الكريم على الإطلاق هو الدكتور إرنست روبنسون أبو فلونا. هذا الإنسان العظيم والمبدع المفكر، الصراحة مسافر عبد الكريم أبدع في الدور ده، وكان لايق عليه مرة. طبعا مسافر عبد الكريم ممثل ومدبلج عراقي وتوفي في التسعينات. سيدتي أنت على ما يرام كما يبدو لي، لن أسمي هذا مرضا ولكني أسميه سمنة زيادة وزن. المشكلة هي الطعام الدسم وقلة في الحركة،
من اضطراب قلبك. من في كمان نسيته؟ ايوه صح، الفنان الكبير خالد السيد. خالد السيد هذا مصيبة، فنان جبار، نبرة صوته كانت وحشية. خالد السيد في كثيرين ما يعرفوه، لأنه خالد السيد ما أخذ أدوار بطولة كثير، مع أنه جاء في أنميات مرة كثير، في كابامارو، في خماسي، لكن كان يأخذ شخصيات مميزة. يعني مثلا في كابامارو دور شيراكاوا الدب اللي كان يتلطش من كابامارو دائما، حتى في خماسي أخذ بعض الشخصيات الشريرة. لكن أشهر دور على الإطلاق يتفاخر فيه الأستاذ خالد السيد، وهذا الكلام على لسانه هو شخصيا، هو أنمي جونجر. الجيل القديم كلهم يحبوا جونجر، أو الطيبين كلهم يحبوا جونجر. كلنا ما ننسى صرخة جونجر اللي كلنا نتأثر فيها. اللي عمل صوت جونجر هو الفنان خالد السيد. طبعا خالد السيد هو ممثل ومدبلج لبناني، وما زال يمثل حتى الآن. أنت واحدة من اللصوص الذين يريدون سرقتك. الاسم التالي معانا هو الفنان اللبناني الشهير ويليام عتيق. ويليام عتيق ممثل ومدبلج لبناني معروف جدا. ويليام عتيق نبرة صوته رهيبة، سلسة وإنسيابية، بيتقن مجموعة كبيرة من الأدوار، يعني الكوميديا والجدية والصغير والكبير. ويليام عتيق كان فيه ميزة إنه هو اللي يجي يكمل وراء وحيد جلال، يعني شفناه في بعض الأنميات بسبب قدراته الهائلة، لما كان وحيد جلال يترك الأنمي كان ويليام عتيق يكمل وراء، مثلا زي خماسي. ويليام عتيق هو اللي عمل صوت جوزو نانيوا في الحلقات المتأخرة، جوزو نانيوا البطل الثاني في خماسي. ويليام عتيق هو اللي كمل صوته بعد ما وحيد جلال تركه بعد الحلقات الأولى. من أشهر الأدوار اللي كملها دور كابامارو، طلع إمكانيات فظيعة لا تقل عن إمكانيات وحيد جلال لكن بأسلوبه الخاص. إن قائدكم يود أن يحتفظ بأغراضكم الثمينة قبل أن نبدأ التدريبات، أعطوني إياها قبل أن نباشر بتصفيق. هذه الحلقة كانت عبارة عن 10 شخصيات زي ما قلت لكم. أتمنى أنه الحلقة هذه تعجبكم. اللي عنده رأي تاني أو تعليق معين أو ممثل كبير إحنا نسيناه يعذرنا، ويكتب لنا في الكومنت تحت أي كلام يخطر على باله، أي شيء، أي رسالة هو حاب يوصلها لنا. طبعا هذه أول حلقة أعملها مع المخرج العبقري الأستاذ إسلام قريطم، أنا أحب أوجه له تحية، إن شاء الله نتعامل مع بعض على طول. استنوني في حلقات أحلى من كده بكثير. وفي الختام نقول لكم مع السلامة ونشوفكم على خير. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامة.